بقى جدع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم يا قطعون يا راجل يا ممل. ايه الرخي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هي ما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه بيا بقول لك؟ قلبي اتسلبط بقى علينا، اتسلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب زخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا لا لا، ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت بقى. سلامت ام حسن، ده من العين ومن الحسد. سلامتك يا حسن من رمش اللي حسد. سلامتها 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 ام حسن. الف شكر، الف ربنا يخليكم. لا لا لا، اغني تاني مش هينفع، اغني تاني لا والله ما ينفع. انا عندي حفله والله في كواله البلح. ماشي اشوفكم الجمعه الجايه. يا دي النصيبة عليك وعلى عيشتك يا ولا. انت تهبلت يا ولا، بتكلم نفسك في المرايه. ان شاء الله ان شاء الله هتتلبس. مش هينفع عم تلبس يما. ليه؟ عشان لابس فلله النادي الاهلي. يا سلام يا اخويا. وبعدين يما انا كنت بغني يما ومحدش سامعني يما، تلبس ليه؟ طب خد يا اخويا كلك لقمة. ايه ده؟ هي دي البيضه يما اللي انت جايبها لي يما؟ ايوه البيضه. مالها البيضه؟ مش عاجباك البيضه؟ بروتين. بروتين ايه يما؟ الناس اكله شاربه نايمه، احنا بس اللي الدنيا يما مدينا ظهرها يما، كاكنينا في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله. وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبه اللي قاعده على فرشه الخضره وبتاكليني وتشربيني، وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمه. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك. ونادر عليا ياما، نادر عليا، والنادر امانه يا ام سوكا. لا اجيب لك عربيه. عربيه ولا بحمار ياما، واجيب لك واحد بقى بميكروفون. ايوه جرجير ام سوكا، ايوه فجل ام سوكا. وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه؟ ادعي لي بس ياما من قلبك، من قلبك ياما، من قلبك مش من رجليك. اكسر الدنيا يا ولا. يا ولا ده انت هتكسر نافوخ ان شاء الله. حرام عليك، حرام عليك يا ولا. شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعانه الواد ابراهيم. شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا ولا انتهبل يا ولا. يا ولا حرام عليك، حرام عليك، هتموتني ناقص عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا، يا ولا ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك. حرام. خلاص يا ماما تزعليش، ما تزعليش بقى ياما. خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكوا زعل امي؟ لا لا زعلان، ما تخنقش على امي. لا زعلان، لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه. يلا ترت ترت ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاج اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطري، هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكره قوي. شكرا. الو الو يا دينا. دينا انا هايدي، انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه؟ شارع ابراهيم نجيب. شارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بيه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي. شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش. اتفضلي واقفه بعيد بقى لو سمحتي. يلا توكلي على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا علالي يا خالتي، ماما مش هينفع كده، سيبيني اسالك على التعوير عشان تطيبي. يلا يلا. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يا بابا مش قادره،
معلش امي هتضربني عشان الهدوم اتوسخت. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسق على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ورا مستحملي معاه. اها ايه؟ معلش معلش اها اي 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 يو طب مش هينفع كده. انت بتبص عليها حالتها غور ياض من هنا غور. ما تخلص عم طاعون انت كمان، ما شافهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتنقلوا يتحاسبوا. اتصلي على النبي كده هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي انت واقع الاستاذ، الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطه وبس لمؤاخذة ايده. كده عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيمة؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيمة، ده اسلوب حياة. راحة فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع ولوحدها وحبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجة، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفاية جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طيارة بعد كام ساعة وما جهزتليش الشنطة. وبعدين راحة فين الساعة 2:30؟ مش كفاية بقى؟ ايه يا محمد؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح. ازاي؟ ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقول لك ما تروح تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله يعني نازله، عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد ها؟ وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشينا غير ماشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. ايه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيمه، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا ولقيتيها فين؟ لا ولا استني استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع على احسن رقبتي تلوحي. بس 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 اقف. فين فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا أستاذ ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة هنا من شوية ومستنية ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي ايه اللي انت حاملة في نفسك ده؟ احكيلك احكيلك. انت كويسة طيب؟ أهم حاجة كويسة خالص. يقول لك ما عندوش إلا حلاوة طحنية يال. يقول ايه ده ست هايدي؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكرا، اطلع دلوقتي وانا هطلع. يا عم سلام وماله نطلع. صلي صلي صلي. ايه يا دكتوره؟ ما تقوم تهيص معانا. ليه بغمي كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور انا اسف. انا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما انت، انت حر. يا عيوكا يا بتبكي على اللي راح، بتبكي على اللي راح. الو ايوه دينا ازيك؟ ايه دي بتقولي ايه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فضحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركرو وحمتها ونايمتها. على فكرة يا كوري أنا قلت إن إحنا مش هنلاقي الولاية دي تاني، بس أنا ما حبيتش أقول لك عشان ما قلقكيش. والله؟ أو ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيمة، تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي أدور عليك جنب ما ألاقكش؟ هيمة بقول لك إيه؟ أنت فيك حاجة متغيرة اليومين دول، ولا أقول لك مش اليومين دول بس، من ساعة ما خرجت من السجن كده وأنا حاسك مش أنت، مش 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 هيمة بتاعي اللي أنا عارفاه. مش هيمة بتاعك يا كوري، أمال أكون هيمة بتاع مين؟ هو أنا بتاع حد غيرك؟ بق، خدش منك إلا كلام. لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هات ايدك، اديني كل في ايدك اهو. انا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟
عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاولة براحتنا. يا راجل احنا على السلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا، وانا اقول العمارة هتقع عليه؟ ما هي من النجاسة اللي معششة فيها. يا لهوي يا نسبتي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يا هلا، خش يا ولية. الكرام لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخ ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خول، فضوا اللمة اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومة ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجالة، ولا هي كلها لحمة عند الجزارين. يلا 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 يا نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت تبيني على فوق. يلا خدها سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلم. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا، روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاة الفجر. ما يقدر إن شاء الله. أنا هسلم نفسي خلاص. إيه ده؟ نو واي، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده. أنا مش هفضل هربانة ومجرياك ورايا وعاملة لكم مشاكل. أنا ما عملتش حاجة، وأنتوا مالكوش أي ذنب في اللي أنا فيه. وأنت ذنبك إيه يا عايز؟ ثلاثة بالله العظيم ثلاثة، منورنا البيت يا هوانم. منور نادر بيه. الله يخليك يا عم شكري. اتفضلي. هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربان على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك، وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليك. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقره. مش حلوه كده يا كوريا، مش لايقه على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عامله اقولك بلح. ماله البلح وحش؟ وحش البلح يا بنت شيمو؟ حلوه قوي ولايق عليها. اهانتك لايق عليك. حلوه اختي البلح حلو. يلا عشان تطلعيش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده، ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه، والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا. يو في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه.
اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. يا كوره قلت لك حاضر يا خال، قلت لي خدي خالتك وراعيها، قلت لك حاضر ايه؟ دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها، ده بتاع ان شاء الله. اسكتي بعد اذنك يا سوره، هي وقفت النار على رجليها تعبانه عصبها، تعالي ريحي بره، تعالي تعالي ريحي هنا ريحي هنا، هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانم اللي جوا ديت انا شغال عنديها وخيرها عليا، وجزها ناصب عليها ورافع عليها قضية واعرة قوي، وأنا لازم أقف جنبيها. خيرها عليك أنت. تقف بقى جنبيها، تقف جنبيها، أنا ماليش فيه. بقول لك إيه، أنت خالي آه، لكن تجيب لي نصيبة معرفة. لا نصيبة ولا ما نصيباش، هي هتقعد معاكي وما فيش حد يعرف إنها هنا واصل، ولو حصل منها أي مشاكل ليكي انزحها في أي مكان. طب وعلينا بإيمان ده؟ ما انزحها من الأول خالص، إحنا ناقصين نصايب. هديكم البوكس والله يا كوريا. بقول لك إيه، لا تقعد معك هلتك سندس، بدل ما سندس كل شوية تنط من البلكونة وتروح تجيبيها من كل حتة. يا نصيبتي السودة، تقعد مع مين؟ سندس؟ انت عايز تقلب لي بيت جبلاء من كل لون يا بطيستة؟ ثم بيت دي ولا لينا فيها ايه عشان نتويها ونشيل طارق؟ يا بنت طلعت مينة، وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك إيجار الأوضة، اجمعي فلوس، فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومة ده، بدل ما يطردك أنت وخالتك برا البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانة وبتكح دي. بقول لك يا خيل، دي شكلها طمعانه، اتبلط في ام الشقه ويبعد عيد زي اللي نسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خيل، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. ايه تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه، ولا قلم الحواجب؟ ايه عبيطه طمعانه فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقره مين ده، تشتري كل البقره اللي في السوق. ايه دي؟ يلا بينا تعالي. طب بقول لك ايه، ايه هتدفع كام؟ نادر انا نازله رايحه النادي، عايز حاجه يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي انت عامله ده؟ عامل في نفسك كده ليه؟ دي ما تستاهلش، ما ينفعش كده يا نادر، ما ينفعش. انت لازم تروح لدكتور. ليه؟ شايفاني عيان؟ لازم تروح لدكتور نفسي يخرجك من الحاله اللي انت فيها دي. انا بني ادم طبيعي يا رجاء، اترزعت بالقلم على وشي ولازم اتوجع، اقول اي اروح للدكتور ليه بقى؟ ان شاء الله اقول له الحقني يا دكتور، اصل اتضحك عليا وحلم حياتي ضاع من ايديا، اديني دواء من فضلك عشان يخليني ما احسش. هو ده اللي انت عايزاني اعمله يا رجاء؟ لا يا حبيبي، بس انا ما اقدرش اشوفك كده يا نادر. يا نادر انت اخويا الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا، انا لما بشوفك كده بتعذب. نادر أنا اللي ربيتك من بعد ما بابا وماما ماتوا، صحيح الفرق بيني وبينك مش كبير، بس أنا بعتبرك ابن. نادر أنا ما أقدرش أقف أتفرج عليك وأنت عامل كده. أنا كويس يا رجاء، اهتم أنت بنفسك، ما تقلقيش عليا. بعدين ما أنت عايشة حياتك، تنزلي تروحي النادي ومصاحبة بنات صغيرين، أنا مش فاهم ليه، بس مش مهم، المهم إنك بتعملي أي حاجة في الدنيا غير إنك واقفة حياتك عليا. عيشي حياتك بقى يا رجاء، خلاص أنا كبرت. واللي انت بتعمليه ده على فكره مش اهتمام، اسمه حصار. مين اللي تحت؟ طيب قعدي. ابو طالب بيه وطارق تحت، انت مستنيهم؟ لا، ايه اللي جابه؟ خديها تحت باطك. لا ما اتفقناش على انجازها كمان يا خال، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها، ببص هم بقع. بقول لك ايه، عشان اهل الحاره يصدقوا بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلها مش اصلها. يلا حلو كده اهو اهو. بالراحه. الله ينور عليك. الله يا عم شكري. يا كوريا راحوا فين؟ ده هيمه. ازيك يا هيمه؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمه، هيمه خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا يا هيمه. شتمت ولا لا؟ عيني يا سيد يا مشاط يا
ازيك يا موسو؟ القمر دي يا اختي جمالات بنت خالتي عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهم؟ ايه؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس زمان زمان قوي. يا اختي بطني البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا. ان شاء الله الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي متشكره قوي يا تونس. والله العظيم يا دوب كده يا دوب. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. السلام عليكم. مين دي يا خالت؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها بس بنت حته قشطه والله بس بتورتون. طيب بما انكم بقى تتكلموا في شغل اسيبكم انا واستاذن عشان ما احسش ان انا غريبه في وسطيكم. لا 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 بروبلم. غريبه ايه يعني؟ حضرتك وان اوف ذا فاميلي يعني فرد من الاسره. لا 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 احسن اسيبكم على راحتكم. انت فين؟ فين؟ ايه ما بتردش على التليفون ليه يا اخي؟ دايخ عليك انت. حتى هايدي تليفونها مقفول ولا ايه؟ ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ بعدين انت ازاي يا استاذ تنقل هايدي من البيت الراقي بتاع دريه هنا؟ قصدي سيادتك بيت الدعاره. لا 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 ما اسمعلكش طول كده. دي ست لارج ومعروفه في المنطقه كلها، لارج وساعات بتبقى اكس لارج لان بيتها مفتوح للجميع. فعلا مفتوحه البحري. هي شقه دعاره حقيقيه؟ ايوه شقه دعاره حقيقيه، والبوليس راح هناك ولم كل الناس اللي فيها ونزلهم بالملايات. ولو هايدي ما كانتش لحقت نفسها ونزلت من هناك بسرعه كان زمانها لبست قضيه اداب بجد. خلاص بقى خلاص بقى خلاص، مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده، ما يصحش كده عيب. وايه اللي ما يصحش يا ابو طالب بيه؟ ما يصحش اقول ان هايدي كانت هتتمسك في قضيه اداب، لكن يصح ان حضرتك تقعدها في شقه زي دي؟ صح عمي والنبي يا عمي، ممكن تاخدني الاماكن دي عشان عمري ما شفتها غير في التلفزيون؟ ممكن تتنيل دلوقتي ايا كان اللي حصل، انما انا ما اسمحش لاي بني ادم على وجه الكره الارضيه انه ينقل بنتي من مكان لمكان من غير ما يقول لي. وبعدين يا استاذ بصفتي موكلك ممكن تقول لي هايدي فين؟ ولو سمحت تاخدني ليها. وبصفه هايدي موكلتي يا ابو طالب بيه من حقها السريه عليا، وهي طلبت مني ان محدش يعرف مكانها. يعني ايه يعني؟ انت مصدق نفسك انك دكتور بجد ولا ايه؟ انت خريج حقوق يعني دخلها ب 60%، وموضوع الدكتوراه والاكاديميه والدراسات دي اي حد ممكن يعملها. انت تقول لنا على مكان هايدي دلوقتي؟ احنا مش هنتحرك من هنا غير ما نعرف مكان هايدي، وتعاملنا معامله الناس اللي بتدفع فلوس. طيب اريحكم انتوا الاثنين، انا شخصيا ما اعرفش مكان هايدي. الحاجه الوحيده اللي اعرفها انها قاعده في مكان امن جدا ومريح جدا. ادخلي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. برجلك اليمين افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفه كده، حاجه برحه هواها بحري، شبابيك هدول بيطلوا على الحاره عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله الكنب كنب زين، قعدته مريحه كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعه محمد علي هتلاقيها كلها مفروشه كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان ايامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنه الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده. شفتي طقم ده زين؟ ده طقم اثري مفيش منه الا اثنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعالي تعالي بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكرة قوي. شكرا. خلاص مش مهم بعدين نشوف. تعالي بقى افرجك على دورة المية. دورة المية ديت زينة، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها. تعالي اتفضلي 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 يا هانم. شفتي بقى حاجة عظمة وقاعدة مريحة على الآخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعالي افرجك على أوضة النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجة جميلة والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هانم اتفضلي اتفضلي. انت بتدعي يا عم؟ انت خشي اتفضلي يا هانم اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا. كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في لقنده صفر نصها. يا مامي مين مين ده؟ مامك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج ابعاطي ابو وهيه. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج. وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبرك بيها. الله يرحمه كان راجل بركه.
من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي، انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصورة دي بقى لها 40 سنة محطوطة كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو، ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيه على الفرشة اللي انت هتنامي عليها دي. ايه تيجي انت دلوقتي وتقولي لي اشيلها؟ ده بتعيدها ان شاء الله. بقولك يا خال، اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي هتتني وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري، ماشيني من هنا دلوقتي حالا في داهية. ياللي ناقص يزرعوك تحت السرير يا ملالع في ليبيا وتونس. اديني 3 ربع جرجير. جرجير؟ حاضر يا حبيبتي، والله عليك. ودي يا قلبي 3 ربع جرجير زي العسل اهم. خدي يا قلبي. ازيك يا بنتي يا نوال، عامله ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اهو انا زي ما انا يا اختي، كل يوم تاخدي مني جرجير، ما فيش حاجه كده ولا كده يعني؟ مش هنشيل لكم عيل ولا تيل؟ دي حاجات بتاعت ربنا يا موسوك. ايوه يا حبيبتي بتاعت ربنا، ربنا يفرحك بفرعك يا رب. ايه يا حبيبتي واقفه مستنيه ليكي بقى ولا حاجه؟ بقول لك ايه. نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البنت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه يا اختي؟ واحنا مالنا؟ ده الخلق للخالق. اها، بس استني عليا بقى ساعتين زمن والرجل تهدى في الشارع وانا هجيب لك قرار امها. استهدوا بالله يا جماعه، احنا دلوقتي اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوقت باسمك جمالات. جمالات، فاهمه؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبويه المبروكه، كانت متجوزه راجل خليجي كبير في السن امكحكح، بعد ما مات أولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بالدين إن شاء الله. مين؟ تفضل، هذه المتعلمة بتاعت المدارس. أمال بتتعوجي عليا يا أختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثلة الأجنبية اللي بقى عامل كده هو زي القنصة كده هو. مش عارفة جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيرة الناس، خلينا بمشكلتنا. ست هايدي دي، ست جمالات دي، ست نظيفة وعفيفة وسمعتها كيف البفتة البيضة. اي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حكم. ما اصل اللي زي دي تهف 50 مليون اخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، انما انا اقول بس كلمة حق ومرضاش بالذل تتلفى لي تهمة وترمي في السجن، صح؟ ما هي دي بلدنا. امال عالمها ابيض واحمر واسود ليه؟ ما عشان ناس عايشه في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحه الدم، وناس قايمه نايمه في السواد. السلام عليكم. شش بس يا توية، مش عارفه اتفرج على المسرحيه. ايه حبيبتي؟ ايه ايه يا اخوي؟ ايه انت هتستلوحي في الشغل اللي انت نزلت تدور عليه؟ محدش راضي يشغل، هعمل ايه؟ كلهم عايزين بنات صغيرة. انا ما ينفعنيش النظام ده ببوزك الفقر، اتصرفي وشوفي لنا قرشينات. جاتك داهية وانت ما عادش فيك الرمق.